صل على الله. صل على الله. جيب زلقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي. وزي بلنتر صلوات ممكن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممكن نہیں کسی سے
عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے، سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کا رہا ہے تلاوت حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن صلى الله عليه وسلم۔ قول بیٹھے ہو چی صلوات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ قد اقبل وقال السلام عليك يا امه، فقلت عليك السلام يا كرة عيني وسمرة فؤادي، فقال يا امه، فقال امه اني اشم عندك رائحتان طيبتان كانها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم ان جدك تحت الكساء، فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزك، اذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين۔ صلى على محمد وعلى محمد۔ قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، أتاذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاف أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب۔ بآواز بلند تر صلوات۔ وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله،
فقلت نامها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما يد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وظلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وعفانك ورضوانك عليها وعليهم وعذب عنهم الرجس والطاهرهم تطهيرا. فقال الله يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام يا خصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي أجم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت اللهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فضنا وفاض شيتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانيان يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي أجم من شيتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فضنا وصعدنا
وكذلك عشيتنا فاضو الصعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. باوز بلندر صلوات